عصفور الراية الملونة أو عصفور قوس قزح هو عصفور ينتمي إلى عائلة الكاردينال أو الكرادلة، موطنه أمريكا الشمالية، وتوجد سلالتان لهذا النوع، سلالة تتواجد في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وسلالة تتواجد في جنوب وسط الولايات المتحدة الأمريكية وشمال المكسيك. ويوصف عصفور قوس قزح على أنه أجمل طائر في أمريكا الشمالية، حيث أن ألوان الذكر تتنوع بين الأزرق الداكن على الرأس والرقبة والأخضر على الظهر واللون الأحمر على الجانب السفلي من أسفل المنقار حتى الأرداف. أما الأنثى فلون ريشها بين الأخضر والأصفر المخضر، ويتشابه الذكر مع الأنثى في عامه الأول، وعندما يبلغ عامين تشرق ألوان ريش الذكر فيتخذ الشكل المميز له. ويبلغ طول العصفور البالغ من هذا النوع من 12 إلى 14 سنتي، وطول الطائر بامتداد الجناحين من 21 إلى 23 سنتي، والوزن من 13 إلى 19 جرام. ويعيش هذا النوع في الغابات وعلى أطراف الغابات والغابات النهرية والمناطق كثيفة الأشجار والنباتات، ويوجد هذا النوع في المجتمعات المحلية والضواحي والأحياء والحدائق كثيفة النباتات والأشجار. أما التكاثر فتقوم الذكور بالتغريد في الربيع وعمل عروض الطيران العمودي والمرتد وعرض ألوان الريش والجناح كمنافسة بين الذكور. وأثناء عروض التكاثر مع الإناث، ونادرا ما تشارك الإناث في تلك العروض، وقد يتصارع الذكور أثناء تلك العروض. وهذا النوع أحادي الزواج، وأحيانا ما يظهر تعدد الزوجات. وموسم التكاثر يكون في أواخر إبريل وحتى أغسطس، وذروة موسم التكاثر من منتصف مايو حتى منتصف يوليو. وتبيض الأنثى من 3 إلى 4 بيضات رمادية منقطة بالبني. ويتغذى هذا النوع على بذور الحشائش، وخلال موسم التكاثر يعتمد هذا النوع على الحشرات ويغذون به صغارهم لتوفير البروتين الذي يساعدهم على النمو سريعا. وقد يصل عمر هذا النوع في البرية لعشر أعوام، وهي ضعف المدة التي تمثل عمر الأنواع الشبيهة. وكان هذا النوع شائعا كطائر زينة، إلا أنه تم حظر الإتجار فيه ومنع تربيته كطائر زينة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، وإذا أعجبكم اضغطوا زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بود.